شو أفضل وقت لازم ناكل فيه قبل ما نتمرن؟ قبل ساعة، ساعتين؟ هو حسب شو الوجبة رح ناخدها. إذا كانت وجبة رئيسية عم تتاخد قبل الرياضة، فينا ناخدها قبل ساعتين، تقريباً من 300 إلى 500 وحدة حرارية. ولكن إذا كنا أوريدي أخدين الوجبة الرئيسية قطع وقت وبدنا ناخد سناك قبل ما نروح على الرياضة، فينا ناخده قبل بربع ساعة أو نص ساعة من التمرين، رح يكون أقل وحدة حرارية بين 100 إلى 150 وحدة حرارية.